ووجود تكنولوجيا جديدة في صناعة المفاصل الصناعية، فكان في تقدم كتير كبير. يعني قديه تقريبا نسبة نجاح؟ نقول وصلت 98% مثلا. هلا نسب النجاح تعتمد على كتير أشياء، هي من العمليات اللي حققت نجاح كتير كبير بفضل التكنولوجيا اللي حكينا عليها الجديد اللي شهدناها في السنوات الأخيرة. المريض ما عاد يعاني من المشاكل السابقة اللي كانت في مثل هاي العمليات. النجاح يعتمد على شو المطلوب من هاي العمليات، يعني شو حقق المريض فائدة في زراعة المفاصل. أثناء التحضير للقاء قلت لي دكتور بأنه إحنا وصلنا لمرحلة مدة العملية بدل ما تكون مثلا 3-4 ساعات تكون ساعة، المفصل النتائج فيما بعد المرجوة تكون جيدة جدا أو حتى قد تكون ممتازة مقارنة في الماضي، وأيضا الاستعادة لوظيفة المفصل أصبحت ممتازة ما شاء الله لدى المرضى، إذا هم استعادوا قدرتهم على المشي. مزبوط مزبوط. هلأ المريض دائما بيكون متخوف لإجراء العملية، بيكون متخوف مثلاً إنه ما يستطيع المشي بعد العملية مثلاً. حالياً بالخبرات اللي إحنا عملناها في السنوات الأخيرة، المريض يستطيع المشي في اليوم التالي للعملية على طول، يعني ثاني يوم العملية على طول المريض يستطيع المشي بدون ألم. دكتور الألم يعني ألم بسيط جدا، برضو بالتكنولوجيا الجديدة بالتعاون مع أطباء التخدير أصبح بالإمكان السيطرة على الألم بعد العملية بحيث يكون محتمل بشكل كتير كبير. وأحيانا المريض ما بيكون بحاجة لأخذ المسكنات، الألم هو محتمل، يستطيع المشي بمساعدة المعالج الطبيعي في اليوم الأول بعد العملية بوظيفة جيدة جدا. الألم اللي بيكون موجود ما قبل العملية كله بيزول، هذا بضل إشي محتمل لأيام قليلة جدا جدا بعد العملية، وبيعود للوضع الوظيفي اللي هو بيتمناه دائما. طيب دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه في هذا السياق وردني من أحد الأشخاص المقربين علي، هو يعاني من مشاكل خشونة واحتكاك حاد في الركبة، لكنه متخوف من إجراء عملية استبدال لمفصل الركبة خوفا من النتائج أو المضاعفات أو طول فترة التعافي أو حتى قد يقع مثلا لا قدر الله وتحدث له كسور. هذه المعلومة لا زالت موجودة إلى وقتنا الحالي؟ أكيد لا. هلأ زراعة المفاصل زي ما حكينا هي تطورت بشكل كتير كبير بوجود الشركات المصنعة لهذه المفاصل، بوجود الخبرات الكبيرة، بوجود المؤتمرات اللي إحنا بنعملها، فكل المخاوف اللي كانت بالسابق كلها تلاشيناها. المريض زي ما حكينا بينزل يمشي من تاني يوم بعد العملية، يعني إنه يسقط المريض ويكسر محل العملية هذا مش كتير دقيق الكلام، لأنه أي واحد فينا ما في أصلا مفصل راكب بجسمه ممكن إذا سقط يكسر، يعني هي مش مربوطة بنفس المفصل. نقول السقوط الحاد. الحاد الحاد جدا جدا ممكن يصير مع أي واحد سواء في مفصل أو ما في مفصل. المشاكل اللي كانت تصير بالسابق تجنبناها، حتى عمر المفصل حاليا بوجود الخبرات المتتالية على مر سنوات طويلة عمر المفصل صار أطول من زمان. المفصل زمان كنا نحكي ب10 سنوات، ب15 سنة لازم نبدله، حاليا نحكي ب15-20 للمفاصل العادية. شو السبب دكتور؟ طريقة تصميمه أو المادة المكونة، المواد المصنعة من هذا المفصل، الزوايا المصنعة لهذا المفصل، طريقة الخبرة في تركيب هذا المفصل. المفصل يعني هو جهاز أو شيء معدني يتم تركيبه في الجسم، بده تقنيات وخبرات كتير كبيرة كيف نحط المفصل بالشكل وفي المكان وفي الزوايا المناسبة.